سنتحدث اليوم عن الموارد الطبيعية. الفكرة الرئيسية للدرس تتوافر الموارد الطبيعية في البيئة بأشكال متعددة. هيا بنا لنذهب ونتحدث عن الموارد الطبيعية. والآن مفهوم الموارد الطبيعية. ما هي الموارد الطبيعية يا خامس؟ فكروا معي. هي موارد توجد في الطبيعة ولا تدخل للإنسان في تكونها، أنعم الله بها على الإنسان. الموارد استخدامات عديدة، وهي ما هي يا خامس؟ فكروا معي. استخدام لكل من النباتات والنفط والماء والغاز الطبيعي والتربة والحيوانات. والآن استخدامات الموارد. أولا النبات للغذاء والأخشاب، ثانيا الماء للشرب وري المزروعات، ثالثا النفط لتمديد الطاقة، رابعا الشمس والرياح والغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وتشغيل المصانع. تنقسم الموارد الطبيعية إلى ثلاث أقسام. أولا الموارد المتجددة، هي موارد طبيعية موجودة بصورة دائمة أو تتكون خلال مدة قصيرة من الزمن مثل النباتات أو الحيوانات. ثانيا الموارد غير المتجددة، هي موارد طبيعية تتوافر بكميات محددة في الطبيعة ويستغرق تكونها زمنا طويلا مثل النفط والفحم والمعادن والصخر. ثالثا الموارد المعدنية، مواد تكونت على سطح الأرض أو داخلها بطرائق جيولوجية. سؤال يا خامس، هل تعد الموارد المعدنية موارد متجددة أم غير متجددة؟ فكروا معي يا خامس. أحسنتم، هي تعد من الموارد غير متجددة وتدخل في عدة صناعات مثل الأدوية، الإسمنت، الزجاج. شكرا لحسن استماعكم، كان معكم الطالب ملهم جد الله.